قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. على اليوتيوب والتيك توك حياكم الله في هذا البث المباشر لهذه الليلة. اليوم حلقتنا بها عدة مواضيع، منها سبب دمار العراق والخرافات اللي زرعتها إيران داخل المجتمع العراقي والخزعبلات اللي سموها أمور حسينية والحسين براء منهم، وأمور لآل البيت وآل البيت براء منهم، ويسموها شعائر الله. قلبت القرآن من الجلد للجلد ما شفت هيك شعائر ولا شفت أمور وخزعبلات وصل العراق إلى ما بعد العصور الحجرية، نقول حتى ما نقول الغير مكان. أنا كنت متقصد أحط هذا البوستر حتى يشوفون العالم الديمقراطية اللي قدمتها أمريكا إلى العراقيين، وهي ديمقراطية اللطم وديمقراطية الزحف وديمقراطية الزنجيل وديمقراطية الخزعبلات والزيارات وكل هذا اللي حصل بالعراق. والله صدام حسين يقولون كان مانعنا من الزيارة. الرجل راح إلى دار حقه، الله يرحمه بزينب مو زينة، هاي مو أمورنا، بس ما كان مانع الزيارات. الناس كانت تزور، الناس كانت تروح، الناس كانت تطبخ، بس مو بهذه الدرجة بحيث يوصلون بغداد الرشيد إلى طاولة حيوانات. هذه الطاولة الحيوانية اللي ما تشوف بيها إلا الحصن والبعران، وكأنه أنت داخل مو بغداد، داخل فيلم الرسالة الجزء الثاني. من أباوع المقاطع اللي قاعد توصلني وباوعها من رأسها لأساسها، متقمصين هذه الشخصية، شخصية الدجل والخزعبلات، ولابسين أخضر وشايلين سيوف، ويعني طامسين بهذه الشخصية، ما يعرفون شلون بعد يدجلون على العالم، وأقفاص شايلة أصنام وأقفاص يتبركون بيها، وبعران يوقفوها على هذا بعير الإمام وبعير معروف منه، وهذا دجاجة الحسين وهذا تنور الزهرة وهذا ما أعرف شنو. كل هذه الأسامي الكريمة اللي ذكرتها براء منهم، هذول اللي وصلوا العراق إلى درجة بحيث قمنا نستحي نقول إحنا عراقيين. العراق اللي علم القراءة، الكتابة، القانون، علم الناس الحضارة، وصل إلى مرحلة قمنا نتحسف حتى على جلادينا، قمنا ننقهر من نشوف بلدنا هذا المدمر واصل إلى هذه المرحلة من الدجل. وأنت داخل حفلة تنكرية هالوين، هالوين لو حفلات برازيل كله من الجار العار إيران، وابن أبوك في العراق تتكلم تقول هذه خزعبلات، ليعلقوك وينتفون شعرة شعرة بيك. نتحداكم ونتحدى ملاليكم ونتحدى سادتكم ونتحدى مضاجعكم إذا يطلعون ويقولون هذه الأمور حرام. كم مرجع عراقي قال هذا دجل، هذه خزعبلات، هذه مؤامرات عالمية على العراق، دمروهم
ودمروا متابعيهم وأتباعهم. ليش؟ لأن إذا وقفوا هذه العمليات راح الشعب بيش يفكر بالبوغ، الشعب بيش راح يفكر ويراجع مخه، وين أموالنا؟ وين النفط مالتنا؟ وين الميزانية راحت؟ وين فلان باقوا ونهزم وطلع وسوى وكذا؟ زين نرجع إلى وزارة الداخلية وموضوع المحتوى الهابط. هل المحتوى الهابط يشمل الكل ولا يشمل جزء وتترك جزء؟ فإذا القانون يمشي على الكل فنريد نسأل وزارة الداخلية ليش ما تلقون القبض على دول اللطامة الرواديد اللي يسبون الصحابة، اللي يقولون دول مو صحابة دول عصابة؟ هذا محتوى هابط لولا هذا شتم لمليار ونص أو مليارين مسلم حول العالم ولا لا؟ وإلا دول عندهم قانون وهذول عندهم قانون. زين من أنت تقول محتوى هابط ودستورك الأعرج يقول بأنه كل إنسان حر بما يقدم ما طول ما مخالف للقانون، لما أنا أقول أنا ضد المحتوى الهابط، أي نعم، وغالبية الشعب يتفق معه وغالبية الشعوب تتفق معه، بس لما تروحون على دول أهل المحتوى الهابط وتسجنوهم سنتين وتسجنوهم 6 أشهر لأن واحدة رقصت، لأن واحدة تعرت، لأن واحد مطلع له واحدة ودا يسوي حوار غير أو إباحي أو كذا، شو تقولوا؟ فسروا فسروا عادي. بس من أحد يسب رموز الإسلام وصحابة رسول الله اللي أنتوا تدعون بأنه أنتوا أحفاد الرسول وأحفاد آل بيته، ما تذكرون بأنه هذا محتوى هابط؟ لا، لا تحكي على باسم الكهربائي، هذا ابن رسول الله، هذا رادود الحسين، واحد لقيط عاش حياته ما يعرف لا أب ولا أم ولا عنده أخ ولا أخت، في ملاجئ الأيتام يطلع بصوت، يشتغل مغني، وبعدها في الملاهي، ويوم وليلة يطلع يصير حسيني ويجمع الملايين براس الزواج. براسكم أنتوا اللطامة، أنا مالي شغلة، خوماني يجي قشمرني وتجي تحكي أقولك باسم خط أحمر، نعرض لكم فيديوهات هو بلندن وملابس الدشداشة السوداء الوسخة، المسكين النزيه، وانت شلك شغلة؟ قابل ماخذ من عندك؟ انت شلك شغلة؟ هو انسان له حق يروح يسافر ويروح يرجع، اي نعم له حق، بس مال التاجر باسم الحسين والتاجر باسم الاسلام والتاجر وتسوي هذا الانشقاق بالاسلام وهو بحالة مشقوق، او ايش نقولها، مشقوق بلغتكم، صار له 1400 سنة بسبب خزعبلات، بسبب خزعبلات، منو كتل لحسين ومنه الى شغلة بيزيد، وانت ابن يزيد وانت ابن هند وانت ابن معرف منو، احنا شلنا شغلة، احنا عام 2023 العالم قام يفكر وين يوصل، بيا قمر بيا مجرة، شلون يطور نفسه، شلون يطور حاله، وذاله ملتهين دم الحسين فلان، انت اموي، انت معرف شنو، انت يزيد، انت فلان، ماشيين هذه الخزعبلات براس العالم، يلمون الدواب مالتهم ويقعدون يسووا لهم قصص، قال علي بن أبي طالب وسوى العباس وجر سيفه ونحر 20,000 وقتل ما أعرف منه ودول المطايا، اللهم صل على محمد.
ما عندك انت يا الغبي لما تقعد تشوف واحد ده تشوفه معمم قفاص قفاص قدامك ويحكي له قصص حتى لو احكيها سيل ابني الصغير هم ما يصدقها. الرسول عليه الصلاة والسلام لا قال عندي معجزة ولا قال أحييت الموتى ولا قال مشيت على المي ولا قال أنا سويت يعني جاني الأعمى وخليته يبصر ولا قال أي شيء. قال كلمة واحدة: أنا بشر مثلكم ولكن يوحى إلي. زين إذا رسول الله اللي هو أبوهم كلهم ما عنده معجزة وما يعترف يقول أنا عندي معجزة ولا فد يوم قال عندي معجزة، شلون آل بيت اللي تقولون عليهم الحسين والعباس معجزاتهم ويشفون المرضى ويشفون ما أعرف منو وسادتكم وعمائمكم يضحكون على الدواب اللي تتبعهم وتدفع الخمس لهم؟ يقول له إذا تمرضت تأخذ لك شوية مقد العدساية من تربة الحسين وتشفه من كل الأمراض، ولكن المضجع والمعمم لما يتمرض تجي طائرة خاصة تودي إلى لندن إلى أمريكا إلى ألمانيا للعلاج. زين يا سيد يا مضجع، ليش ما تأخذ لك شوية تربة مثل ما تضحك على العالم والدواب اللي تتبعك والطيب؟ لو بس هذولا العتب مو على المضجع، العتب مو على المعمم، العتب على هذا الشعب الخايس اللي يتبعهم وسوالهم اسم. يعني قالوا للفرعون منو فرعنك؟ قال هم فرعنوني. جماعة ماش سووا تذكرون بالروح بالدم نفديك يا صدام، هم نفسهم صاروا من رفيقي صاروا مولاي. تتكلم ويا انت ابن الرفيقة، تحكي يابا هذا غلط، يابا هذا يشوه سمعة الاسلام، انا مو متدين. لا انت ضد آل البيت. ابن هند ابن الرفيقة لو ما احنا الشيشاني ماخذ ما اعرف منه ونايم اختك وامك وعرضك هذا اللي قادرين عليه. حكينا صار سنوات من 2003 لليوم، هذا تقولون عليه الحسين والعباس وعلي ودول تزوروهم وتلطمون وتصخمون وجوهكم وتطينون هدومكم ودق ورقص وقاطعين الشوارع وأرزاق العالم وما مخلين شيء من المحرمات ما مسوي. هل استنجستوا بي ولبالكم شيء؟ لا والله. زين هل الإمام علي اللي تقولون عليه أبو المعجزات والإمام الحسين أبو المعجزات والإمام أبو الجوادين اللي قلبتوا الدنيا هاي قبل كم يوم زيارة مسوي فد يعني فضجة 12 مليون زائر، إيه يعني شنو هالرقم؟ خلي 50 مليون بعد وراها شنو اللي راح يصير؟ خلصت الزيارة، تبادلتوا أرقام بنات وولد، زين أو ولد وولد هي هذه السراء المتروجة ورايجة في العراق، وترجعون لبيوتكم اللي ما بيها خبزة اللي ما بيها كهرباء، إذا عندك طفل مريض ما عندك مستشفى توديه، وإذا مرتك تريد تجيب ماكو مستشفى للولادة حتى تولدها، يجيك طفل معاق يجيك طفل مريض ما عندك لا خبزة ولا أبد، شو تسوي؟ تروح تشكي على صفحاتكم على التواصل الاجتماعي، وإذا اجتكم قناة قعدتوا تتبجبجون وذولا حرامية وذولا باقونة وذولا ما أعرف شنو. بس إذا السيد حشا قال انشبوا الكل تلنصم. من أقول غالبية أو أكثر من الثلثين إذا مو أكثر بالعراق ذيول
زعلون. مو انت عراقي، انا عراقي، مدى اقول لكم ثلثين، مدى اقول للعراقيين اذا مو اكثر، ذيول ما عندهم وفاء للوطن، ما عندهم ولاء للوطن، ولاءهم للدولار وللسيد. تحكي ويا شنو فائدة السيد؟ هذا بيننا وبين رب العالمين، الله راد وسيط، الله ما يريد وسيط، لا يريد الحسين ولا حتى النبي محمد وسيط ولا أبد. الله قال ادعوني فأنا استجيب، ما قال روح لطخ نفسك طين وطيح حظك وألطم وشك ثوبك على مود والله الحسين انقتل. زين من قتل الحسين؟ مو انتوا اللي بايعتوه وقلتوا له تعال وقطعتوه ومزقتوه وما خليتوه لشي؟ قابل اني لو جدي لو امي لو خالتي اللي دزت عليه، انتوا دزيتوا عليه. هم راح تقول جد صدام خابره بالموبايل للحسين قال له تعال، اجل يابا مالك شغله، تعال واحنا نحميك، وبعدين ضربه لان بعثي، لان ما انتمى للحزب. ما راح استغرب اذا طلعتوا هذه القصه، ما استغرب اذا تقولون جد صدام حسين قتل الحسين لان ما انتمى ولا صار بعثي. عايشين افلام كارتون، حتى افلام الكارتون هم شويه واحد يستفاد من عدها. عايشين حياة فضائية خرافات، عايشين حياة مبنية على الدجل والكلاوات، وما بقى شيء بالعالم ما سويته من دجل وخزعبلات وأبد. شنو فايدة زيارة الحسين أو زيارة الكاظم وزيارة فلان وزيارة فلان وأنت لا عندك مي ولا كهرباء ولا عندك أدوية إلك والأطفالك، ولا تقدر تتزوج ولا تقدر تشتري لك سيارة تشتغل عليها، وأبوك مريض وأمك مريضة ومرتك مريضة، وما ماكو مستشفى الكفيل، ما تسبت تنقاني تقدر تروح تعالج نفسك، هذا المستشفى ما المضجع ماتك. تقدر تروح وتقول له أنا مريض، من الباب يشلقوك. بس الزيارة لا، ما نترك هالزيارة. والله لو الإمام الحسين يقعد هسه لا يسويكم قيمة ويتمتع بيكم ويسويكم مزل الكلاب. الإمام الحسين لو تمشون على سطر من رسالته كان هسه العراق ينافس اليابان بالثقافة وبالعلم وبالتكنولوجيا وبالبناء. أنتم ماخذين الحسين ذريعة للسرقات، هذا مضجعكم الأعلى، السبتة تنقاني. واحدة من الفساوي مالته يقول كل ما موجود في الأرض لك حق تاخذه وتبوقه. تبوقه يعني هو ده يقول لك تبوقه، هو ده يقول لك بوق. فسوى مالته، هاي الفسوى الفساوي اللي غرق بيها العالم، يقول لك بوق. إيه يعني شنو؟ بشرط دفع الخمس. فهسه يا ناس عرفتوا هذول السياسيين ليش المضجع الأعلى وغيره ما يتكلم عنهم؟ لأن يبوقون، يروحون للزيارة يطون الخمس للسيد فصار حلال. من صار حلال فالسيد يقول أنا ما استقبل أحد، بس هو ما قابض، قابض الخمس. يعني هذا زهير ما أعرف شنو طبعا دفع الخمس وطلع خوش آدمي. فهذا العراق اللي دا تمشون عليه، قلتها وأكرر، لو جدكم يطلع من قبره ما يرجع، لو جدكم يرجع ويقول يعني هسه الحسين وعلي بن أبي طالب يطلعون ووقفون بالنجف وقل لك أنا الحسين وأنا علي بن أبي طالب إلا تقصبوه مرة ثانية. ومنو راح يقصبه؟ هذول المضاجع أهل العمايم، لأن هذا راح يقطع رزقهم، لأن هذا راح يدمرهم، ماكو فلوس بعد.
الحسين محتاج فلوس؟ لا ما محتاج فلوس. علي بن أبي طالب محتاج فلوس؟ لا ما محتاج فلوس. تحكي ويا المضجع تقول له يابا تعال انت هذه الخمس وين تودي؟ يقول لك والله احنا قاعد نضم في مكان خاص لحد ما يطلع صاحب العصير والرمان لان يحتاج في حربه في العالم لارجاء الحق واحقاق الحق في العالم فيحتاج اموال. صار 1400 سنه يجمعون اموال، 1400 سنه يجمعون اموال براس الزواج. يعني هذا صاحب العصير والرمان اذا طلع يعني بيل جيت لا شيء بالنسبة إله، أغنى رجل بالعالم هو هم صاحب العصير والرمان من يشوف نفسه أغنى واحد بالعالم. يقول لك يا عدل يا بطيخ عمي خلي روح تونس ويطلع يروح هو يقوم يروح للزيارة لأن تعرفون متعة ودق هريسة ولطم. فالعراق ما طول أنتم موجودين به اللطامة جماعة المضاجع جد جدكم يطلع من قبره إلى 50 ظهر ما راح يرجع. دجل شعوذة قاذورات وصاخات ما خليتوا شيء ما سويتوا. زنا المحارم صار عندكم مثل قلاص المي تحكي وياه. ليش؟ والله إذا كل ما زدنا الفساد وكل ما زدنا السرقات وكل ما زدنا ما حرمه الله يعجل في ظهور صاحب العصير والرمان. شون فيلم؟ شون فيلم؟ حتى يقنعون نفسهم بهذا الدجل وبهذا الخزعبلات فيطلعوا لك بكل شيء عذر. العذر موجود وهو عذر أقبح من فعل. فهذا العراق اللي أنتوا ردتوا عيشوا بي، الدولار راح يصمتون أبوكم بي. يلا وينكم أنتم؟ مو قلتوا الدولار سوا محمد الأرجنتيني، محمد الشياع الأرجنتيني ب130؟ أتحداك إذا تروح تشتري ب130 بقى نفس السعر بس بالإعلام موجود. الصيرفات لا يبيعون ولا إلهم شغلة. هذه إيران إذا خلى الدولار بخزينة الدولة العراقية أنا معتب. حكيناها وقلناها وقل لك أنت عدو الله لأن الله يحب آل بيته وأنت ضد آل البيت وأنت ضد الحسين وأنت ضد ما أعرف شنو. بس تحكي وياه رأسا يهفك أنت ضد آل البيت وأنت داعشي وبعثي وتريد ترجع صدام وتريد ما أعرف شنو. هذه الخزعبلات راح تبقى إلى يوم الدين في العراق لتخريب هذا البلد. وهذه مو شغلة جتي عفوية، هذه شغلة مدروسة من الغرب وبالتحديد أمريكا وبريطانيا. هذولا يرحون للشعوب كيف ينهبوهم؟ يحطون الدين بالنص، يفرقون الشعب. هو هاي بريطانيا معروفة، فرق تسد، فرق تسد تحصل على اللي تريده، تسرق تنهب. الهند سووا بيهم، فرق تسد، حطوا السيخ، حطوا المسلمين، حطوا ما اعرف شنو بألف وما اعرف ايش قد دين موجود هسه بالهند. سرقوا الهند، سرقوا افريقيا، سرقوا الدول كلها، ما حد يفتح حلقه ولا يحكي وياهم. ليش؟ لان بريطانيا وامريكا دخلت خلصونا من معكرونا شغلونا بروسيا، خلصونا من روسيا اشتغلوا صحون طائرة زلازل ما اعرف شو يومية فيلم ما راح تخلص ما راح تخلص. وانتو بالعراق حايريلي لطم ابو الجوادين ابو المعرف منه باب الحوائج باب خالتكم الشقرة وما مخلين شيء تسمون أسامي ما أعرف مين. رجل ميت لا إلى شغلة ولا أبد ولا يحيي ولا يميت ولا يشفي. كان خلص نفسه إذا هو إمام وهيش عنده
هذه المعجزات كان خلص نفسه من السجن. وأنا أنا اللي محيرني يصيحون عليه أبو الجوادين مات مظلوم وعنده 400 جاهل، هذا مظلوم وهيك الله يساعدنا عد المظلوم المظلوم الشون. المهم هذه الفقرة خلصنا منها، والدجل وكل هذه الكلاوات اللي صايرة بالعراق من 2003 لليوم ما راح تخلص. وش قد ما أحكي وش قد ما راح منا إلى يوم القيامة ما يفيد، دول ناس مغسول راسهم بجواريب السيد، بالمي ما جواريب مات السيد وخلاص السيد فوق كل شيء. اكو موضوع ثاني حبيبي، يسعد مساك حبيبي حمد، اليوم غياب متأخر. الموضوع الثاني قبل كم يوم سوينا حلقة يجي للضحك مال فالنتاين، تذكروها؟ حكينا على هذا الدعابل الملتهبة القرعاوي الرفحاوي الساقط، ما خلى شيء مدى يسوي. وحكينا لكم كم دولة أنا عميل إلها وكذا، اليوم هم دزولي أطلب مناظرة الدكتور لطيف يحيى. شنو ناظرك؟ شنو ناظرك؟ أريدك في اليوم أنت تطلع في فيديو تقول من هو أنت؟ أنا فلان ابن فلان، رحت فلان مدرسة، رحت كذا، هذا السي في مالتي، السيرة الذاتية مالتك، ونطلع مناظرة أنا ويا في قناة محايدة. يعني شو خابر لك مثلا السي ان ان، أقول لهم يا بعدنا واحد دعابل ملتهبة يريد يسوي مناظرة، فممكن نأجر القمر الصناعي بيناتنا؟ ولك أنت قمت قعدت رفحاوي وكنت الحلو مال سوادي، وكنت تتدقل من خيمة لخيمة والناس تعرفك، صاير استاذ وتحكي وحاط لك كتب لورا على اساس مثقف، انت واحدة من زينبية لطام حالك حال دولة، شو الله اللي يعلم واحدة من الزيارات تشقلبان وانتهى وطلعت انت، لان انت مبين شكلك، شكلك مو مال اب واحد مركب، ما تعرف الخدع بمكان، الخشم بمكان، العيون بمكان، ما تعرف يعني يعني مبين شركة مشتركة بي مو واحد. فأنت طلعت بهذه الهيئة يعني من تمتعت بيك ما جابت شسمة، يعني مو شكل واحد آدمي، فشي مغناطيسي ما تعرف شنو، مركب مركب والله، الخدود غير شكل، عيون غير شكل، شي ما يشبه شي، فمبين عليه صناعة صينية، تركيب ماكو جايبي منه وحاطي منه، وطلع بشر، والمصيبة طلع رفحاوي وطلع يسوي شقلبان، وكان الحلو مال خيام مال رفحة، وهسه ابن المجاهدة قاعد بكندا. اي والله يطلع لك ابن محازم يقول لك ناظرة، شو ناظر من عنده؟ شنو مثلا أدير وياه؟ كتابة كذب، اي كذب، شو تريد هسه؟ اني افضحة. زين انت ما بقيت لا عرض، لا خليت شرف، لا خليت شيء، او عميل واحمد الشلبي، وقمت تخبط مي دهن تجيب من صندوقك الاسود وتحطه بحلقك، ما تعرف، ما تعرف شو تريد، ما يعني شنو اطلع وياك ناظرك؟ شو اقول لك؟ اقول لك خدك من يائب، لو حنشك من يائب، لو خشمك هذا يشبه يائب، ابن الزينبية اقعد واستشن كافي. نجي هسه دزولي مقطع للشقة، فرس النهر رئيس جمهورية العراق المقبل، نظف ذانك واسمع. فرس النهر فلس، فلس يعني انكشف 56 حركة 56، أول فيديو اللي دزولي إياه يتبجبج، أنا سويت الحركة من أجل العراق، واللي ما أريد أقارن نفسي بسيدنا الحسين اللي أنتوا خذلتوه، أنتوا كلكم معتوني تصيرون وياي بالحركة، وكان حاط رقم يمه
قال هذا الرقم هم راح امسح لان اخجلاني شو اسمه الف ما ادري ايش قد هو يقول الف مشتركين وياه زين انتوا خذلتوا الحسين زين حتى المقربين كلهم عافوا وراحوا وما حبيبي فرس النهر اجاوبك على هذا المقطع الاول اللي وصلني اولا انت هم شكلك مو نظامي يعني لو انا حشى الله لو خلقك كان ميت شسما ضربت ثانيا انت كاولي يعني انت اصلك كاولي ابن المزرعة زين سويت هذه الحلقة الحركة الشقلبانية حركة 56 لجمع الدولار قعدنا نضحك عليك زين اليوم والبارحة مكلب بيمن بس انا ما له علاقة لا بأسد صدام ولا فلان وعرفون انا قاطع علاقتي بالكل ما لي شغلة بيهم بس مو دفاعا عنه واحد يخابره زين اي حبيبي حمد فرس النهر بعد واحد شو يسوي تقول لي يخابره شوفوا هذا أسد صدام انا اعرف أسد صدام وانا حاجي وياه واعرف صوته وسامعه واعرف كل شيء هذا مو أسد صدام يقول له لا انت أسد صدام لك يابا انا لا انت أسد صدام وذاك يحكي يضحك على فرس النهر ويسد التليفون خابره واحد المن هالمرة مكلب بهزاع يا هزاع هزاعنا هزاع اللي أخذ النسوان و... والش اسمه التمويل مات القناة وراح سفرة اصبر لي هزاع من ترجع ها سمعوا سمعوا هذا هزاع لا صوت هزاع زين خطية صار عنده مرض بهذه القناة مرض صاير عنده بهذه القناة يقعد ورقة وقلم هو والهايشة اللي بصفة فرسة النهر هذا هم نرجع لها استفدي شوية بالمقطع الثاني اللي دأز أي شيء لازم يصير هذا أسد صدام هذا لطيف بريمز هذا هزاع صاير جلطة بي خطية بعدين وصلني فيديو ثاني 3 دقائق ما أدري 4 دا يهدد المن للعبد الفقير الموالي والمؤمن تعرفوني يقول اسمع يا بريمز يحيى وإذا تعتبره تهديد فهذا تهديد هذا حكي إذا تجيب طاري الهايشة ماتي يقصد هذا اللي على مود باس راسها فقسما بالله عندي صور امك وعندي صور ما اعرف شنو انشرها زين واحنا في بيت مباشر انا دا اعطيك صلاحيه انشرها يقابل دا تنشر امي عندها فيلم شقلباني لو خواتي الله يستر عليها وذيك ماتت الله يرحمها انشر ايش راح تنشر مره محجبه عابره 70 ما ادري ايش قد عمرها هو هذا قدرتك عليها وإذا ما تطلع بالبث تعتذر لمليوثي شوف أسوي ما أسوي صور عائلتك كلها يمي أسوي لها وما أسوي لها وما أعرف شنو وانشرها بكل الصفحات ما يخاف تريد نعتذر لمزنود الست يا أبا هذا قدامكم في بث مباشر راح أعتذر تعالي عيني وينش لا ادري ادري تستحرمين ادري اوكفي دوكفي ما يخالف لا مو رجلش قال لي لازم اعتذر لك تعال خلي ابوس راسك شوفوا نفس بربكم تتذكرون من نفس الحجم لولا زين هذا ابوس راس اتفضل يلا شو تريد بعد يلا بست راسها واعتذرت لها شو تريد بعد نفس الحجم نفس القياس صار لي شهر ادور على هيجي شو اسمه ايوه اعتذر لها متستحي يعني هي كانت بامريكا وانت دزيتها ما لي شغله ها هياتها يا ابا ام جنود الست باسمي وباسم كل الرفاق البعثيه
اللي انتم مسوين قناة علينا راح نعتذر لك ونبوس راسك يا خوش. نبوس راس، هو مو راس بس انا ما اعرف هو راس. يلا ها قبلتي الاعتذار لو حمد هاي الخاطرك يا حمد دزلك سوبر شات زين. يلا في الدواء ادري هو شلون يبوسك من طاح حظك وحظ ابوك. فهذا انا خفت لان انت راح تنشر صور امي اذا انشرها يقابل هي مايا خليفه مره محجبه حجيه رايحه للحج روح انشرهم ابن سير النعل. انا خايف منك مو ماكل لكم جري وطالع لكم اليوم على الترابي اليوم ما ارحم. اذا ما تعتذر من هذه اللي وقفت وياي وعبرت البحار، ايش عبرت البحار؟ ابن سير النعل هم انت رحت الى منظمه مسيحيه ونشرناها ورحت قلبت حتى دينك على مود يطلعوك مقرها بنيويورك وصلوك الى امريكا بقيت 4 أشهر بالكنيسه وياهم كله صلاه وهذه وبعدها ضربتهم بوري من اخذت اللجوء مالك ورحت بغير محافظه بغير منطقه. ايش قمت تسوي؟ قمت تروح للجامع الجدي ولدك الزعاطيط يفترون قال عدي حكى قصي وقال ما اعرف شنو حكى ما اعرف شنو. وبعدين شفت عرضت نفسك تريد تغني اني والله مطرب عدي اني مطرب قصي وكانوا يطلعوني بالمزارع وكانوا ما اعرف شنو حتى تيك اواي ما جابك حتى تغني بصوتك هذا الجعموري عاد يطلع بالقناة مالته انا تارك الغنى وكل ساعة مغني. انت لا تحط الصدى اطلع بصوتك بدون صدى بدون هذه غني اقسم بالله صوتك يشبه من واحد بطنه منتفخة من الفلافل مالتك ويقوم يبقبق مثلك. فاني تقول لي اعتذر اعتذر على شنو اعتذر على شنو ولك انا مستلمك ومستلم وليدك حبيبك في بريطانيا وراح تجيك الاخبار. شوف هذول شغلهم حلو مرتب انا ليش احب البريطانيا شغلهم حلو مليت مساجي اي بابا انت شلون هاي قادر اي بابا شوي لمي نفسك وين الحجاب عباله وكل واحدة لبست حجاب هذا هو صارت مؤمنة ومخلصة وخلص لازم واحد ما يحكي ولك مو نعرفكم نعرفكم تجارة الله مالت شو اسمه مالت المحجبات الحجاب ما يستر الستر بالقلب الستر بالداخل مو بالحجاب وباللبس قول لا حتى أصلح لك مقتدى يعضك وتأخذ لك 40 أبرة لأن هو مجلوب مثلكم تعتذر لو أسوي ما أسوي صور عائلتك عندي روح انشرها روح انشرها حبيبي روح انشرها قابل راح تنشر صور مايا خليفة روح انشرها ديشة أمي صورها عندك روح انشرها شو راح تطلع قابل مثل أم زنود الست وخلى أثبت لكم شغلة أكثر أقسم بالله لو كانت هذه المرأة ما متدخلة بقناة العار أقسم بالله هي أخت عراقية وينقص لساني إذا أحكي عليها بس ما طولها مشتركة وياك أنا أسميها جريمة جريمة ليش جريمة بحق العراق جريمة بحق الرئيس صدام جريمة بالنفاق اللي تسويه بسببك لحد هسه 4 انقتلوا في العراق أهلهم خابروني بسبب يا نزار الدولكة 4 انقتلوا بالوثائق المزورة اللي أنت نشرتها وإن شاء الله دمهم ما يروح ودعتك أني أشتغل على كيفي
شايفين اللي يعرف يطبخ الباتشا، الباتشا ما تنطبخ على نار قوية هادئة، ليش؟ حتى تطلع طيبة مرتبة حلوة مذاقها طيب. أنا أشتغل هيك، أنا مو واحد يضربني راجدي أضربه براجدي، لا، أقول له روح وأرتب له شغلة ما يأخذ الراجدي، لا ينطمر. ابنك راح تنساه، أنا قرنتي هاي من عندك. أما أنت فما طولك بأمريكا بلد القانون، لا والأدهى من عنده، كل ما واحد يحكي أروح للسي آي أي، أي مو هسه على أساس ما شلون شغله. تعال يا حبيبي تمليت قاعد هنا، أنا لا تبكي، ما يخالف ما يخالف، أعرف بي هذا شو اسمه يدور فراش رجل، أعرف ما يخالف. زين أروح للسي آي أي، تروح للسي آي أي، سي آي أي أولا يا حمار يا أبو الجنسية الأمريكية، السي آي أي ما تشتغل في أمريكا صفر، شغلها برا. لو قايل اف بي آي اي واحد يقتنع، روح للسي آي أي، سي آي أي ما لها شغل. ابني ابني يعني أنت مطي جنسية أمريكية ما تعرف شنو الفرق بين الاف بي آي والسي آي أي؟ يعني عميلهم معروف صح؟ قول لا. فيا حبيبي أنت طلبت مني اعتذر لك من فرسة النهر، انا اعتذرت و اي للمرة الاخيرة راح اعتذر لها. تعي تعي عيني، تعي حبيبتي، يلا يلا ابوس راسك قدامك، ابوس راسك، لا ابوس، لا بالله شو ابوس، ما شو اسمه، عيب. يلا حبيبي يلا روح يا معموري، لان راح يبكي قريبا وراح تسمعون اخبار حلوة. زين يلا يلا حبيبي، يلا بابا، يلا روح احجز تذكرة وروحي الفرس النهر مالك، لا تجين هنا بعد. ففرس النهر ايدك وما تنوش، ايدك وما تنوش، لا تعرف انت مو تهدد، عندي صور عائلتك، روح انشر عمي، تريد انا ادز لك اياها؟ اخاف عندك شو اسمه مستنسخات، ادز لك الاورجينال؟ الله عليك ادز لك اياهن، يقول يلا قول لا ادز لك اياهن، والله والله ولا تهتم. هذا هم المطي هم خلصنا منه. نجي على القائد المناضل البطل المحامي، محامي النظام السابق الوطني حبيبي حمد شو سوي، والله اذا ما احكي وياهم بهذه اللغه ما راح يفتهمون، اقسم بالله احكي وياهم بادب ما يفيد، لازم اكو يعني اكو مراحل من الحياه، مهما وصلت ثقافتك مهما وصلت دراستك هذه، تحكي ويا ناس ما راح يفتهموك، بس لازم تنزل لمستواهم حتى يفتهموك، حتى يفتهموك، لان ما باي طريقه تجيهم بالعيني بالاغاتي بالهذي ما يفيد. فهذا شو اسوي، لازم نحكي بمستوى حتى يفهمني، وعسى ولعل ولا اطراز بالمنقنه وفعصه وهم تبقى البهات طالع من عيونه. المهم المحامي السيد سليمان فانيله خطيه ما يعرف بعد شو يسوي، ما بقى واحد ما اتصل بي، تسجيلاته كلها وصلت، شغلاته كلها وصلتني، فاني يعني دا اسوي الملف ماله دا اكمله، فواحدة من التسجيلات ايش قد حلوه، يعني شوف ابن النظام الوطني شلون كان يحكي وياي وش يريد. ايش تريد؟ انا حاضر، اشتغل على بركة الله، وهذا مثل ما يقول رزق حلال. اسمع رزق حلال ان شاء الله راح نجيب ملايين، راح اجيب ملايين. سواء انت من القناة مالتك و... اسمع يجينا مثل ما يقول هل الله يقسمه ونمشي امورنا، او انا عن قناتي تمشي. اذا انت اسمع تكتب لهم تقول لهم انه اشتركوا بقناة المحامي سليمان الجبوري، اذا سمعون الهاي مالتك، اذا اخذت لي منك يعني
عدد معقول هم نعمة من الله، ونفس الشيء من هالجيب على هالجيب، يعني من هالجيب على هالجيب. سمعتوا؟ تذكرون الناس من قالوا لي انت قلت روح واشتركوا بقناته، انا كنت مخشوش بي، يعني الاعتراف بالخطأ فضيلة، ولو فضيلة رفض لجوءها هسه كانت بالسويد وسحطيها بالقفص مال التسفيرات، فالمهم الاعتراف بالغلط فضيلة. فهذا سليمان فانيلة كان يبوس شو اسمه تكرمون بالبداية، هذه البصمة الأولى اللي دز لي اياها، يقول يعني ترجاك يعني كذا وأنا عندي كذا، أي مواد تريدها دز لك إياها، أنا شو محتاج موادك؟ أريد مواد منك، دا أشتغل قابل، أنا تاجر مثلك وتاجر بأعراض العالم وأسجل لهم. أنتوا بس سمعوا صوته مرة ثانية شلون المسكنة مالته زين، يسمي اليوتيوب رزق حلال. هذا توصلوا له اياه، تقول له العدوان الوطنية اللي تدعي بيها، انا وهذا صوته، انا الوطنية مالتك رزق حلال ونسوي الملايين، هاك سمع اسمع انت بتشتغل، فايش تريد انا حاضر، ايش تريد؟ اشتغل على بركة الله، نعم. مثل ما اقول رزق حلال، رزق حلال ان شاء الله، رزق حلال يعني هو احنا راح نفتح تشامبر زين، ورزق حلال اخونا حمد السوبر شات مالتك هذا رزق حلال، المتابعين رزق حلال، او هيك داريد زين، هو الرزق الحلال عنده متابعين لايكات سوبر شات، حبيبي حمد انت ورده مال الله زين. فهذا هو محامي النظام الوطني السابق، هذا الـ 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 النزق اللي حتى أخوه بعث رسالة ما أريد أطلعها ولا أقراها ولا أريد أحد يعرف، لأن أريد لك سليمان فانيلة منو ساعي البريد مالتك هسه، انت ما بقيت واحد ما خربت وياه، كلها بسويت لك بلوكات، قل لي هاي الرساله شلون ابعث لك اياها، لان عائلتك كلها مجتمعه ودزوا لك هذه الرساله، والله انا يعني لو بدالك اطم نفسي، بس ولو التعار انت يعني هو كل عائله بيها عار، كل عائله بيها عار، وانا واحد من الناس عندي واحد بالعائله عار، مو عيب، كل عائلة بيها عار، وأنا واحد من الناس، حتى ما أتكلم تقول تتكلم على، لا أنا واحد من الناس عندي واحد بالعائلة عار، مو بس عار يعني، لو تحط سليمان فانيلة بالنسبة للعار اللي عندي يحط هيك بجيبه صغير، بس شو نسوي؟ هاي أنت تقعد من تنولد يجيك باكج أب وأم، أنت ما اختاريتهم غصبا عليك، هذول أبوك وأمك، البلد اللي أنت عايش بيه ونولدت بيه غصبا عليك زين، غصبا عليك انولدت في هذا البلد، والدين غصبا عليك لأن الأب والأم من نفس الدين، فغصبا عليك هذا دينك وهذا جنسيتك، فيطلعوا لك أخ ما أعرف مين، لازم يطلع واحد عارف في كل عائلة. فهذا الدكان مالته فاتحة يسترزق، من كنت أقول لكم هذا دا يسترزق، الناس لاموني لا وطني ما وطني، بعدين رجعوا واعتذرنا وأبو عمر والله صدق هذا شو هيجي وهذا هيجي ومصلحته زين، وسووه يعني ميز دا ينصبون عليه، الكل قاطعته، الكل سوت له بلوكات، وهسه ما عنده أي شيء بعد، بعد ما عنده أي شيء يحكي بيه، وهذا يروح يجيب لي واحد مقنع، يجيب لي هذا واحد كان بالحرس المعرف شنو، وهذا واحد كان بالمعرف شنو،
وهذا انا ما اقدر اجيب اي واحد اقول له البس قناع اقول انا كنت بصف صدام حسين واقف واعرف كل شيء واقعد اخرط منها الباكر حتى اجمع مشاهدات ما اسوي. انا ليش ما عندي ناس اقدر اسوي اشكال الوان لو اني كنت فاتح هذه القناة للتجارة. انا هذه القناة حتى اتواصل وياكم احكي لغتي الشاقة وياكم نحشش نقعد نسوي سوالف وضحك وشقة ومرات سياسة ومرات نكون واقعيين ومرات نكون يعني أعصاب ومرات نضحك. هذه ما عندي غاية لا بهذه القناة ولا غيرها. أنا إنسان أشتغل من طلعت لليوم لا خلف الله على دولة مديت يدي وطيتهم وقلت لهم اطوني وأني ما عندي وما أدري شنو مثل دولة المرتزقة اللي بس حكي ونفخ والعراق والوطن ومن يعوف النت أخت العراق على أخت الوطن. هذول أنا رجال أشتغل 5 أيام بالأسبوع سبت وأحد عندي مع الأطفال. احنا هسه قبل ما سوي البث بساعة ساعة ونص رجعنا ومطعم وأكل وتونسوا الجهال هاي خلصت باكر أرجع شغلي وخلص. لا والله باكر ما أروح للمكتب لأن عندي موعد مع ناس وخلص. هذه حياتي يعني لا أقعد 24 ساعة قدام الكاميرا ويدزولي فلان حكي عليك فلان حكي إسا خليه يحكي وأنا شنو شغله خليه يحكي الحكي ما يخلص. مو مقارنة به يعني مع احتفاظنا للألقاب النبي محمد طلعوا كذاب ودجال وساحر وما أعرف شنو سيدنا عيسى هم طلعوا دجال وساحر وما أعرف شنو الأنبياء والأوصياء وحتى هذا رب العالمين هم دي طلعوا ماكو شيء الطبيعة خلقتنا وما أعرف شنو هذا يعني عبد الفقير لطيف يحيى بهذا العالم خلي يحجون ها كان قواد. والله يا عمي على قولة أم حازم استوني سمعت منك أو باقي المصارف ذاك الزمن أنا بكت المصارف إي وبعدين يعوفوني لك شنو والله عمي لعدتك أنتو يعني المعارضين وينكم ولد أم حازم مو كانت ديمقراطية لعد قبل طبعا للبنوك ناخذ وهذه ما حد يحكي قول لا فاسمعوا رزق حلال وان شاء الله ان شاء الله راح نجيب اسمع كل ما يقول رزق حلال رزق حلال ان شاء الله ان شاء الله راح نجيب ملايين نجيب ملايين ده تسمع عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة واخواننا الوطنيين اللي يتابعون هذا الزنديق القفاص اللي ما بقى واحد ما نصب عليه وما أخذ فلوس منه مني ومن غيري وما بقى يعني واحد شي يسوي شي يسوي واحد يعني هالسعاني صح لو لا أيوة والله خلنا شو نسوي إيدك لي فوق حبيبي لأن الروايات راح تبلش أيوة والله اي والله واحد شي سوى واحد زين سليمان فاني لفرس النهر القعبل الملتهبة قرعاوي يوم يطالع ان والله لا يا اخي والله يعني شغلة خربانة من راسها الاساسها زين والله العظيم. وبهذه المناسبة اريد اراويكم هذه الزيارة ليش كانت هذه اللي يعني تعرفون الحصونة والبعران والشغلات الدرنفيسية اللي طلعت في بغداد واللي جاي موكب ما أعرف مين كلها على مود هذا. شوف الإمام شوف شلون بوري انضرب اسمع شوف الإمام بعده بترابه الله 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 إمام بعده بترابه حتى التراب طلع من راسه شون بوري زين والله لا ينعل والديكم هذا الدجل مالتكم كله أطلع لكم إياه وطلع من خشومكم أطلع لكم إياه. إمام 2024 بعده بترابه من الشركة ما نازل
زين يومية راح يعني هسه هذا المتحدث مثلا مال تلسبتة تنقاني في الخطبة خطة الجمعة المضت نصح المؤمنين بأنه يمشون. نصيحة من أخوكم. اسمع. نصيحة. اسمع. أنا اللي علي أقدم النصيحة ولي يأخذها. أنت ده تسمعون. اسمع. اسمع. رقم واحد لا تتقرب له نهائيا. أوزو أبد ما تتقرب. ما تتقرب. أبد تتقرب له. نهائيا. رقم واحد. زين. أوزو رقم سبعة لا تتقرب له. أبد. لا تتقرب له نهائيا. نعم نعم. لأني ما بيهن طعم. ما بيهن نكهة. سرطان. بالضبط. إذا تريد تحس مطلق السعادة. ده تسمع. الجمجمة تستخدم ايه؟ شغل صحيح استخدم هذا زين عمل عصرية اما قبق اسود ايه؟ اما قبق احمر زين هو يجي بين نوعين يجي ايه؟ القبق الاسود والقبق الاحمر زين يا ابو عمل عصرية فتشي راقي كلش راقي بالضبط يعني تحس هذا هذا وكيل المرجع مالتكم ما اقدر اوصف لك اياه فلازم تسمع لا تكثر مزمزات زين هذا وكيل مرجعكم لازم تسمعون صوته زين انا مالي شغله انا مالي شغله اليوم اولي يعني عالقه فدنه انا مالي شغله هذه الزياره كلها دي يصيحون هيك انا هم يقولون يا ابو فاضل على مدار الساعه ليش ما اعرف كل هذه سوالفهم خياساتهم تحكي ويا يعني حتى الدجاجه ما خلصت اسمع هذا دينو يا مدام واي حسين قتل اسمع واي حسين قتل حتى الدجاجه تصيح با حسين قتل الله يطيح حظكم وحظ اللي يمشي وراكم وحظ ساعه السود اللي احنا شفناكم بيها وطاح حظ امريكا اللي فتحت الشبتتين يا اي والله اي والله اي والله طاح حظك امريكا فتحت السبتتين وطافت العراق باولاد المجاري والله صدام حسين ما كان قاعد على كرسي صدام حسين كان قاعد على قبق سبتتين راح الكرسي طفح السبتتين من طلعوا ولد محازن ومن استلموا ولد محازم صار لهم 1400 سنة يصيحون احنا واحنا احنا واحنا من شغلة بالشيعة هذول جماعة التقية اللي يستخدموها باسم الشيعة احنا نعرف شيعتنا ونعرف شيعة العراق منه وده نحكي على دول الدجالين اللي سووا دين غير لا هم شيعة ولا هم اسلام فانتوا جماعة اخ يا بنتك يجوز بحاجه الى الزواج زوجها واخلص زوجها واخلص اسمع زين اسمع اريد نحكي كل شيء زوجها واخلص اي احسن ليش مكلم بيها شو تريد بنتك تريد زواج زوجها واخلص حتى تخلص ما اعرف منين وين تروح اخ يا الله ويقول لك ليش تحكي هذول اهل البيت هذا صديقي العركشي ابن تمار قال شنو اكثر الخلق عددا قال أيه. الملائكه نعم. قال يا امير المؤمنين ويطيعونه قال والله يا ميثم لا يخطو منهم نعم. احد خطوه او يتحرك بحركه أيه. الا باذني زين يعني ما حد يمشي بهذا العالم الا باذنهم مو بش اسمه خلينا نشوف هذا الله خلقه اول نعم. الخلق اول الخلق محمد وعليا وفاطمة بمعنى نعم. انه لم يخلق خلقا قبلهم قط لا ملائكة ولا سماء ولا آدم لا كرسي لا جنة كرسي لا نار لا صف اول ما نعم. خلق فقط محمد نعم. وعلي وفاطمة لم يخلق الحسن بعد ما مخلوق على نعم. عظمة الحسن اسمع. لم يخلق الحسين بعد ما مخلوق على عظمة الحسين نعم. لم يخلق السجاد والباقر والكاظم لا, لا 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 ولا ام حازم ولا ام رحيم ما خلقهم يعني قبل حتى العرش من رب العالمين وآدم وحواء وجنة ونار انخلق محمد وعلي وفاطمة أكثر من هذا الكفر شي يصير بعد ويقول لك ليش الله ما يرحم العراق ليش الله ما يوفق العراق يعني شلون يوفق وبيه هذا الكفر العلني
والإلحاد العلني والإلحاد بتوحيد الله والإلحاد بكل قيم الإنسانية. ويقول لك ليش احنا شو مسوين؟ احنا شعب النفاق. ليش هسه انتو لا حد يقول والله انت قاعد تعمم، لا 99.9 منافقين بعد دجال يبيعوا نفسهم على الدولار، هذا واحد فرس نهر يريد يصير رئيس جمهورية. لا فرس النهر مو بس هذه، نسيت هذه النقطة المهمة، وأنا أعتذر للجمهور الكريم، وبهذه المناسبة بعد المقولة هذه نشغل لكم زمان أخرى، لأن صدق زمان أخرى. يقول رجال الأعمال والمليونيرية لازم يستثمرون في حركتنا، يعني الحركة مالته حركة 56. يقول رجال الأعمال واللي عندهم فلوس تعرفون، يقول احنا حركة وراح ندخل انتخابات فيراد لنا أموال كبيرة زين، فيجون يقول لهم تعالوا حطوا فلوسكم يمي. فدوا يم فرس النهر ويم فرسة النهر، شلون يعني الأمانة يجي تخر من عندهم. وأنتم مقابل هذا من ننجح بالانتخابات فراح تجيكم أضعاف أضعاف هذا المبلغ. شلون إذا ما راح يصير هم فساد وما أعرف شو؟ لا والأحلى شيء يقول الأموال تبقى عندي وأنا أحط اللي موجود، يعني أحط عضو برلمان وأقدر أشيله براحتي. يعني أنت وأبو مازن شنو فرقكم؟ أنت وخميس الكنغر شنو فرقكم؟ أنت والسطل شنو فرقك؟ أنت معروف منو شنو فرقك؟ فهذا الدجل. وسليمان فانيله يقول لي هذا رزق زين، ولو نسوي المليون ملايين ملايين مين من التقفيص ماتك من شنو راح تسوي ملايين؟ أشمروا عليك وقالوا لك راح تصير مليونير من اليوتيوب. بابا اصحوا اصحوا، يعني انتو ليش وقت كل من اجى فتح له حمام وقعد يطي فساوي بكيفه ويحكي بكيفه وما يعرف بعد ايش يسوي؟ اي وهذا لطيف بريم شنو؟ انا هم يقول اقدر البس قاط واطلع، يعني تصوروا فرس النهر لابس قاط، تصوروا فرس النهر لابس قاط، الشعب كله يغني لها الاغنيه صح لو لا؟ اي والله الشعب كله يقوم يغني لهذه الأغنية، يعني صوروا فرس نهر. حضر دمعتك حبيبي، حضر دمعتك والله العظيم. زين اي والله فرس النهر لابس قاط، انتو بس تخيلوا. زين والله شيل ايدك حبيبي، ايدك لي فوق. زين ويقول لك فرس النهر يصير رئيس دولة، رئيس دولة فرس نهر زين، وفرسة نهر يريدون يصيرون شو اسمه. يا با رغم ارتفاع الدولار والدينار هذا لحد هسه ديشتكي الاشتراحات اسمع هو هسه رضينا بالفرشكال والمخدرات. هذا هذا اللي يحكي ول 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 بس ناكت صار الراس أبو التفاحة، أبو التفاحة، أبو التفاحة صار الرأس خبزة وحجري ترى. إي والله حرام تدري لو ما تدري. إي والله يدري. الرأس بخمسة يدري. وعشرين ما بالغرفة صار الرأس 25 بالغرفة صار وإلى الله المشتكى. ما لي شغلة أنا، هو دا يحكي دا يقول الرأس بخمسة وعشرين شي يقصد رأس نرجيلة رأس غير شي. أنا دا نقول لكم إياها بأمانة، ناقل الكفر ليس بكافر. هذولا حتى بوقت أبو مقتدى طلع لهم قال لهم ها شو تريدون أنتوا؟ أنا مالي شغلة، هذا أبو مقتدى دولة عربنشية، يعني شو تصورون يطلعون نوابغ؟ شو راح يطلعون؟ شو يطلعون؟ فأني رقص المرأة لزوجها لا يجوز، هذا الاستثناء الوحيد
رقص المرأة الجواز يجوز من دون أن يكون مصحوبا بالموسيقى المحرمة. أي الزوجة حرام ترقص لزوجها، هذه فسوة مباركة. الزوجة ممنوع ترقص لزوجها على الموسيقى. فنصيحة للموالين، من تريد ترقص مرتك الزايرة تشغل لها لو سيد فاقد لو باسم الكهربائي، وإذا أنت كلش إيمانك قوي طلع لها طلع البدر علينا. والله أنا على أبوكم يعني يجي شعب من تلزمه وتحط راسه بمنقنة وتفعصه وبعدين يقول حقوق الإنسان، وكيف حقوق الإنسان؟ أنتوا بشر، أنتم ممنقنة وأنا عوالديكم، وأنا زام مزرعة أجيبه من 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 أمريكا وتفعصه وهم البهاتة والرئاسة بعيونه سرسرية. إذا نأخذ كم اتصال لأن اليوم شوية تعبان وباشر عندي قاعدة وعندي شغل لازم اللي يحب يتصل راح أفتح الخط 5 دقائق اتصالين 3 حتى نودعكم نستودعكم بهذه الليلة المباركة، أحد مبارك على الجميع اللي ألو الحوزة الرمانية تفضل. شلونك مولاي؟ سيدنا سيدنا حفظك الرضا مولاي. البعير جيت بطيران. لا هذا البعير حتى مو كهربائي ولا بنزين، هذا يشتغل على الطاقة المرجعية. زين خوش على الموازين. لا 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 خو ما غشكم حبيبي. شلون انا كل مرة اتحلف اطلع لهم على الترابي بس اقول ما اقدر. لا مو هم يفتحون حلق الواحد، انا كل ما اريد اصير يعني اسكت شوية واضرب بريك يجبروني اكل جري. انا مو يعجبني مول عبود الكرخي بهي الشغلات. اي من يقسم ما هو يعني والله وصلونا مرحلة ما خلونا بعد واحد شي يسوي. زين بس اليوم أرد أطلع أترع بفنو أطلع يلا عيني بطمش دبة خامس رأسا سلوم والقرعاوي وغرس النهار يلا راح أجمعهم. يلا حفظك الرزق. خلي يعذروني اللي يستمعون يقولوا من طيزكم راح نحصل ونلبس قوط ومنفصل وكان هذا ما يوصل خلى يفوت هو ودعابي له. استغفر الله والشكر حبيبي استغفر الله. لا ما اعرف يعني المرض هذا اللي بيهم ما اعرف شنو هذا الى متى مثل ملالي مالتهم. اي والله يعني ترى كل واحد دا يمشي الطريق بس المهم الفلوس. العمايم تريد فلوس، هذول واحد يتاجر باسم الرئيس وهذا ضد الرئيس وهذا ما اعرف شنو صاير لي نابغه ابو شو اسمه الدعابل الملتهبه. زين وريد مناظره يعني هذا اذا عقب منقنه فعصوا هذا الخيمه مالته كانت 400 باون ايش قد ما اعرف. يقول لك يطنطن من شو اسمه هذا سوادي كان يقول هذا كان الحلو مالتي واحد شو اسمه دزلي يقول هذا الحلو مالتنا شو صاير مثقف وجنسيه. زين اقول له وين شو صاير املاط ما اعرف بعد. والله هذا غشام بيهم دولة ما تصير اريد مناظرة. هذا يقول العوزة ما يفيد اخذ ابو الطبق الاسود. اي ما هو هذه عصرية. زين هذا عنده مستكيل وما يعرفون المستكيل ما اعرف هذه لازم نسأل المرجعية بيها يمكن المرجعية يشرب مستكيل. اي لان هو متحدث باسم المرجعية فاحنا ننقل ما تنقله المرجعية للموالين حتى لا يطلعون عن طريق او يصير عندهم انحراف. بعد عيني يا الحسين لا يطلع لهم والله لا يسويهم تشري بس تعال انا لله انا راجع. والله لا يتمتع بيهم فرنسي الى يوم الدين. والله لا يبيط بيهم فيطة علي بالكفر. والله بس ارسل لي اشوف هذول اسماء
ينصلحون. ما ينصلحون. ما زولكم استدفعكم السبيل. والله بالقرآن ما ماكو ما تصير لهم شارع إلى يوم الدين. فاحنا اللي علي... ده يجمع الخمس صاحب العصير والرمان. زين هاي الأملاك بيجوا الرود شو تسوي؟ لا هذا مو شوف صاحب العصير والرمان يحب يعني he like to traveling يعني يحب السفر ويعني يعني إذا أجا إلى لندن عنده أملاك. ما هو هذا مقرهم وهم صنعوهم في لندن فدائما يحبون يرجعون الماما لندن. الله الله بس ما نقدر نقول هي جابتهم جولدا ماير اسستهم اول اجتماع صار لهم بلندن. ما هو اشتغلت وهاي من ذاك اليوم ولليوم و وبقى وعجيز اوي. يلا حبيبي اخذ راحتك. يلا يعني يلا طلعت اللي بقلبك. لو عزيز انا بدي لك عاد ويتر همت قلت لك جمال الروح جمال الشكل. لو عزيز والله العظيم قبلوني تعرف يعني والله باوع احصونا ومعايا الانجليزيه مالتي مكسره نوبه تستعين بتويد هذا. لا عادي عادي يا معود عادي. اذا ما تعرف انجليزي احنا هنا ببريطانيا اللغه الرسميه هندي يعني قرابتي رئيس وزراء هم يدرون بريطانيا يعني اللي أتذكر بالثمانينات 3 لهجات يعني بالشمال عندهم لهجة وبالوسط لهجة والجنوب لهجة صح هم عندهم لهجات هسه كلها صارت هندي هنا أنا هسه كلها مال ريتشي سونامي مش اسمه ريتشي سوناك دمره للبلد نعلة والدي. خلينا نشوف هذا الأخ شيء. يلا حبيبي ألف شكر. يلا ماشي يلا حبيبي دكتور. هلا هلا أخي يا أبا. ألو نعم. ألو نعم. مرحبا أستاذ لطيف. الله يحييك تفضل أخويا. شو هذا عمر شو أخبارك؟ الله يسلمك الله يسلمك. وياك وسيم بعشيقة. حياك الله. يلا يلا حبيبي ابو عمر طبعاً أنا اللي لقفتك صار لي يمكن 4 حلقات 5 حلقات ادعو عليك ماكو والله تليفون هسه انت قاعد تحكي شوف الارقام ما انا يعني تعرف شنو هسه يعني هستيريا قمت ادق بعد ماطي مجال يعني التليفون قلت اليوم اذا ما حصل ارجع التليفون بالحال. لا يا معود كل شيء ولا التليفون لان خط احمر عادي عندي تليفون. عندي تليفون باوع ابو عمر اول شغله تسلم عيونك اريد احكي وياك خاص يعني مو قدام الجمهور اريد رقمك يعني اذا بيها مجال طبعا مو عيب انت شنو ما عندك اخوه شنو تحكي خاص عيب أول شغلة خلاص أريد رقمك يعني بعد ما أنزل من البث أريد رقمك يعني لو أنت أو الشباب يدزول رقمك ونحكي باشرة خاطرك. ثاني شغلة أنا عندي سؤال يعني بصراحة أنا أتابعك من يعني من على أيام الفيسبوك قبل اليوتيوب من كنت بالسويد وفنلندا أنا بالسويد عايش يعني مو ما عايش في العراق فأعرف شنو معدنك و يعني لا تقول لي أنت كنت تهجم على النظام وبعدين مثل ما أو كنت معارض و... لا أنت بحياتك أنت كنت أنت معارض صح كنت بس معارض نظيف أنت ما سبيت ولا تهجمت على أحد بالضبط بينما المعارضين اليمن اللي سلموا والحكم بعد ماكو ولا واحد شريف فيهم الكل حاشا سامع قواويد وخوال قحبة هيجي علني والله لا عاب حلقك والله يا بقى إذا تعرف دول المعارضة تعرف عني شنو كانوا يلقبوني ها هم إجا راح تتقلب لميوزة والله كنت أدخل بالمؤتمرات مالتهم أقلب لميوزة وأطلع عمي دولة مو المفروض تتقلب الميوزة دولة المفروض تعرف شنو دولة المفروض بنزين وحرق دولة حرقوا العراق دولة حرقوا العراق اي ما هم
هو هذا هذه خطتهم. احنا بسببهم ذول احنا بسببهم احنا مفجولين ترى. مو من وراء صدام حسين. شوف بالتسعينات اني بوعاني سرياني مسيحي ولا هي ماكو فرق. احنا كلنا عراقيين. انا طلعت بالتسعينات وتندمت وردت ارجع ومن صارت 2003 وبعدها وصارت وجع الراس وطحان الحظ وقامت صارت طائفيه. المسلم قام يقتل المسلم، المسيحي قام يقتل يعني المسيحي ما قتل، هو قتل يعني انساق على الدنيا كلها. اليزيدي طاح حظه، الدنيا كلها احترقت. تعرف لو بعد 2003 من سقط من 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 طبل العراق وسقط النظام، لو متعدل العراق كان حتى اللي طالعين بالتسعينات وبالثمانينات كلها ترجع. أمي والله أنا كنت أريد أرجع، بس أني آخر مؤتمر مال دول البعران حشاك اللي كانوا معارضة وقفت بنصهم وسبيتهم، قلت لهم اسمعوا أنتوا، لأن أنا شفتهم هذا اللي يقول أنا استلم كذا، يعني من البداية فتتوا العراق، ما خليت لا معمم لا خليت أبوهم صمته، حتى بذاك الوقت يعني قبل ما يجون ها إجا صدامي، إجا البعثي، اجل ما اعرف شنو عمي يا بعثي والله العظيم ما حد كان له علاقه بالبعث. والله العظيم على ايام صدام حسين احنا ما طفرنا، ما طلعنا من الـ من الـ من المضايقات او حد ضايقنا وحزب البعث او من هذا القبيل. روح قل له الفرس النهر ماكو، طلع يوم واحد بزمن صدام مو زين. فرس النهر هذا واحد ساقط هوموسيكسويل، هذا ما تقدر تحكي وياه. ما انا بشت راس مرته هسه على الهواء. اوكي عمي، هذا تدري شنو؟ هذا في سبيل الفلوس، هو سليمان الجبوري في سبيل الفلوس بالضبط. والله العظيم مستعدين ينطوك نزوانهم، مو بس نحسن. عمي سليمان فانيلة دز لي شغلات، اقسم بالله بس باقي يقول لي افتح لك، يعني ما نريد نحكي بالجسمه. اني قبل اسبوع 10 ايام من صارت الهوسه بينك وبينه، من افتهمت الوضع شنو منو هذا، طبيت عليه قلت له يا ناقص دقاتك هذه متعوفه. واني قبلها بيومين كنت كاتب ابو دلف كان طالع ويا على فيديو لا يحكي ماكو التكارته خطيه، التكارته تاذوا يعني شنو التكارته مو بشر. عمي دمروهم عمي والله العظيم حرام عليكم هذا الشيء. يعني ترى التكارته باوع. اني كنت حمايه يم شو اسمه بعمليات الله اكبر يم كمال مصطفى السلطان، يبارك كمال مصطفى السلطان على ايامها الله يذكره بالخير. تدري انت اخو رايد جمال زوج حالة. جمال يعرف اي اخو كمال مصطفى السلطان هذا، تعرف شنو لك عمي هذا تخليه على جرح طيب. هذا كان تجي جنود مضيع سلاح، تعرف انت بالجيش العراقي على ايام صدام حسين بالحرس الجمهوري مضيع سلاح، تعرف تنعدم طبعا. والله العظيم كان يسويهم واسطات هذا، ويجيب سلاح ويقول رقم وهذا يخلصهم. عمي ذولا ناس ترى تخاف الله، ترى والله العظيم يعني قلة قليلة كانوا شايفين نفسهم شوية، واللي كان يلقف صدام حسين والله كان يطيح حظه. صح، بس يا أخي ما هذا، شوف انت ذولا يقول لك انا دا انقل التاريخ، انا بالنسبة لي لا قلت انقل تاريخ ولا ابد، انا حكيت اللي عندي زين، اللي يمشي وراه يمشي وراه، ما يمشي وراه بكيف يصدق يكذب هذا مو شغلي، بس انا ما ادعيت باني دا ارخ، لان المؤرخ لازم يكون محايد لأي طريقة. مو مؤرخ هو حتى بشرح، شوف حتى طريقة مناقشته للضيوف طريقة ابتزازية يعني ابتزها. إذا تحكي على سليمان فانيلة فهو شرطي، يعني متصور بأنه تحقيق هذا زين، وإذا فرس النهار فهذا واحد كاولي، هو ده يحكي يقول كانوا يطلعوني بالمزرعة ولهذا طلع لنا اسم نزار مزرعة،
يعني هذا نزل مزرعة. أنا مواليد 77. ماش أنا مواليد 77 وخدمت بالجيش قبل لا أطلع وطلعت من العراق. نعم. شوف هذا نزار مزرعة بالسواسب يعني على أيام اللي أنا كنت فيها ويا من كنا تاني يوم حماية يوم كمال مصطفى السلطان. نعم. كان عندنا أمر سري اسمه الله يذكره بالخير محمد الراوي نقيب محمد الراوي نقيب محمد الراوي اللي شوفه طوله عيونه زرق يعني ما شاء الله قلافة يعني فعلا قلافة. نعم. كان يطلعون حفلات كان يطلعون تعرف انت يجيبون رقصات يجيبون مطربين للمزارع يعني ذولا عايشين حياتهم ترى معظم الشعب العراقي كان يجي معظم الـ يعني اللي عندهم امكانيات كانوا واصلين ان شاء الله سمعين رجلي شوين كان بالمزارع قولي لا اوكي اي فكان كان يجيبون يوميا شكل والله العظيم هذا حتى بالمزارع ما سامع ماكو يعني معقوله ما سامع وكان ام الستريج زين اوكي اقول لك ومع العلم اني شغلتي الاصليه نعم. انا مصور فيديو بلي أنا من عمري 13 سنة أشتغل بتصوير الفيديو بالحالة العامة تصور أي وبعدين من طلعت خارج العراق تعلمت مونتاج همات ويعني لحد هاللحظة أنا دا مارس هالمهنة فيعني شلون أقول لك حاضرين أعراس حاضرين حفلات حاضرين ما أدري شنو والله العظيم هذا التافه يسمي نفسه مطرب يعني هذا يجيب نفسه يعني مطربين ذاك الجيل خلي أقول لك شغلة قبل كم يوم حط إعلان للحلقة البث المباشر مالته هو طبعا الحلقات مالته ما قاعد تنبث بث مباشر هو ما حد يعرف الصاير بي الله الأعلم عارف منا شغلة كاتب عنوان الحلقة عمر السبعاوي وعدي صدام حسين كانوا يغارون مني ومن شهرتي هذا العنوان مالت الفيديو مالته اقسم بالله والله العظيم اني شخص عادي يعني اني شخص عادي لا 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 ضابط ولا جندي اوكي خلينا نقول ومثلي حال 90% من العراقيين خلينا نقول والله ما سامع بي والله هذا التافه ما سامع بي اني شفت فيديو واحد بس تدري شنو لو قدامي والله شقه نصين لو قدامي هو اصلا فيديو واحد كرهني الدنيا كلها بي من جاب واحد ما اعرف منه على اساس حمايه ايام صدام حسين هذا معروف انعرف هذا لا حمايه ولا بطيخ ولا كل شيء اوكي ويقول لك صدام حسين يشرب عرق يجيبوا لي اياه من هم اسبانيا وغطاسه وينزع الدجاج لك ابن الساقط لك صدام حسين كتب التاريخ بدمه انت منو ابن السافله حبيبي اخوي العزيز حبيبي اخوي العزيز كل شيء بوقته حلو صدقني ترى ما باقي لهم شيء يعني هالقد المسافه كلش صغيره وهذولا كلهم راح يطشون مو هم ذولا اللي ضيعوا العراق تعرف انت هذا الجيل الجديد اللي احنا اللي انا واحد من الناس متامل من عنده ماكو روح احكي على الله رحمه صدام حسين قدامه يقول لك ليش صدام حسين هسه هو موجود شو من كان موجود صدام حسين عوائلنا أبانا وجدودنا كانوا جنود وكانوا بالمعارك وأهالينا كانوا ما يعرفون شنو معنات الجوع لا يقول العراق كان مجوعي وكل كذا وكل كذا صدام والله كذاب ابن 16 كذاب ليش ما أعرف يا أخي ما أنا عشت بغداد كانت بالحرب العراقية الإيرانية بالحرب واني طفل والله العظيم تعرف شنو ماكو شيء ما يجيبوا للبيت وابويا باوع والدي يعني كان نائب ضابط نعم انا ما كان والدي نائب ضابط ومطوع عمامي عندي ست عمام اقل واحد خادم بيهم 9 سنين اقل واحد نعم
هو هذا العراق جيش وكل الدنيا واحد يعرف الثاني. بس يا أخي ما أعرف يعني إنسان فارغ مليان دجل حقد. أنت شوف ذول اللي صعدون وياه من أمه، هم أم سوسو وأم أم عراق وأبو أبو صادق وأبو عل أبو طلي هذا أبو المخابرات. أنت مسوي حركة بيان ما تعرف تقرأ تخلي أبو طلي مالتك يقرأ لك إياه، وكل أغلاط وكل رأس من الأساس ماكو. بس الشباب أكو شباب حلوين على التيك توك ماكو منزعي كل شيء، وحق الله لاعبين خلقه بي. يعني أنت تعرف هذا الحكي، هذا الحكي وهذا هذا هذا التبلي على العالم وعلى هيك شخصيات. يعني شوف أنا بالنسبة لي، يعني أنا لا كنت حزبي ولا كنت ضابط ولا كنت ما يعني كل هالشغلات، لا ما كنت. أنا رحت لواء 26 أخذوني حرس جمهوري لواء 26، تعرفت لواء 26 شنو؟ ضفادع بشرية خوش. ولواء 26 ما كان يأخذون منه، ما كان يعني إلا اللي ما عنده خلفية سياسية بنيته قوية عنده يعني يتحمل، لأنه هواك وخسائر بالتدريب كان يصير بيها. أيوة أنا لأن اللواء الوحيد اللي بالعراق اللي كان يأخذون من عنده الحمايات وال يعني إحنا بضفادع بشرية بعد الكل يعرف شنو معناها. أعرف. فوقتها أنا من رحت لا واسطة ولا شيء. أوكي ست شهور إحنا دخلنا الدورة، طلعنا من الدورة نسبونا شكو شخصيات كبيرة، قيادة عمليات قصر جمهوري سرية مراسيم ما أعرف شنو. نعم. ودونا إيه يعني أبويا نائب ضابط، وين الواسطة بيها؟ يعني أنا ليش أخذوني هناك؟ أنا أريد أفتهم بس يعني اللي يحكون يقولون كلها كانت واسطات وما واسطات، ترى ما كانت كلها واسطات. لا أخويا بس صدام حسين وصدام حسين الله يرحمه بوقتها ترى ما كان الله ما يقدر يلحق كل بشر بالعراق. يقابل هو مدير مركز الشرطة رئيس دولة، يعني إيه؟ تقارير تجي شغلات تجي، معتمد على ناس، وغالبية هذول الناس اللي كان معتمد عليهم يعني كانوا منافقين دجالين مثل دول اللي هسه عندنا. ايه بالثمانينات، شوف بالثمانينات كان اللي معتمد عليهم براسهم خير ويخافون الله، لكنه بعدين من صارت ورا الثمانينات وخصوصا من زمن اللي الله لا يرحمه حسين كامل ها طيح وحظ العراق. يعني تعرف شنو هذا؟ قامت تنكتب التقارير، قامت تنكتب التقارير وتنكسر رقاب ناس والله العظيم. صحيح. انقطع من عندك اخويا. الو تفضل. الله يسلمك حبيبي، صوتك ناصي ترى. تفضل. الله يسلمك حبيبي، هسه صوتك واضح. انا ارد احي الله يخليك، انا اسف لان شوي عندي التليفون خليت السماعات. ولا انا احييك طبعا واحيي متابعينك الكرام. حياك الله ابوي. الله يحفظك، وانا جدا من اشد المعجبين بحضرتك. الله يحفظك. ومن متابعينك طبعا. الله يبارك. لان انت انسان شريف ووطني وعراقي وتحكي اللي بقلبنا، احنا العراقيين الاصلاء. والله كلكم خير وبركه. بس الناس طفحت هذني الحشاكل، دائما شو اسمه يطفح لي فوق فيمسح النظيف. والله 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 انت كأنما ما تحكي اللي بقلوبنا. الله يشهد، انا عراقي وانت عراقي وانت تعرف كل زين. الله يبارك. واني وانت يعني مقهورين ومكبوتين على بلدنا واللي دي يصير ببلدنا. انا طبعا انا اخوك دحكيوك من كندا. حياك الله اخويا. الله يخليك. دول السفل دمروا البلد، سقطوه، رجعوه للحضيض، عقول تلف، سلابات، يعني كارثة كارثة أبو عمر. يعني هسه والله العظيم دا أحكيك وغصب قلبي، يعني كارثة. البلد انتهى، البلد أنا الله يشهد، إحنا إن شاء الله ماكو فرق، بس الواحد كلمة الحق تقال. أنا عندي
عندي أصدقاء 2-3-4 بلندن هم عايشين ببريطانيا. نعم. طبعا هم الشيعة، مع احترامي لكل الناس. لا أبويا ترى ما شوف أقول لك أنا ألف مرة قايلها، مدير القناة هنا أنا اللي هو مشرف عليها شيعي. نعم. ابن شيعي ابن شيعي إلى يوم الدين، بس شيعتنا إحنا اللي لا يؤمن بهذول. يعني شيعة البيت ما يعني يقدر هسه هذا بعدنا بالبث هسه ويطفي لي القناة وتنتهي نهائيا القناة جديدة. مو كل شيعي فهو شيعي، هذولك هذول جماعة إيران مو شيعة، أصلا إيران مو شيعية يا أخي، بس ما قاعد يفتهم. والله والله وياك، والله وياك، أقسم بالله وياك. شوف أني صار وياي فهد موقف بوقت صدق ألف رحمة ونور على روحة تنزل. أنا طبعا هذا الشخصية يعني أخاف أنه مرات أنا صح صدام حسين عندي خطأ أحمر، أنا رجال كل شيء منطاني الله يشهد، بس كلمة الحق بالله العظيم كنت مرة من المرات، أنا طبعا مواليد 83 طولت العمر، كنت بالعراق فالله يرحمه والدي الله يرحمه ويرحم والديك كان طيب، فيشقل لي قال لي بابا صدروا الدولة صدروا انه نطلع دفاتر خدمة خدمة عسكرية. نعم. تمام. نعم. شوف الدولة شون كانت، الدولة شون كانت انضباط وقانون. شوف هسه الدولة تايهة شعيط ومعيط وجرار الخيط، وانت انت اعرف طبعا انت من اكثر المتابعين. المهم راح تخبر اني كنت أنا رحم الله وجهك، أنا كنت في وقتها طالب في الإعدادية الشرقية ببغداد. نعم. فرحت الله ينعم عليك، رحت قلت له بابا حبيبي أنا الله يرحمه برحمته الواسعة ويرحم جميع الأبهات المتابعين أبهاتنا وأبهاتكم وجميع الأمور. قلت له حبيبي بابا أنا عندي هوية طالب. قال لا ابني هذا قانون، قانون دولة تروح تطلع دفتر خدمة. قلت له حبيبي بابا أنا ترى عندي هوية طالب. قال لي ماكو. المهم والله العظيم تعرف التجانيد العامة بالقصر الأبيض تندلها. نعم. أروح وأجي للتجانيد، أروح أجي بالقرآن، أنا يمكن بالعشر معاملات أنا مسوي يقولوا لي مضيعها، يقولوا لي مضيعيها العفو يعني ما عندك دفتر. نعم نعم. المهم 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 طبعا هاي أطلع من المدرسة والحار وكذا، كنت في وقتها طالب صف سادس. المهم صدفة يوم من الأيام جماعتي ورايا ورا ست شهور يجوا يقدموا معاملة واحدة استلموا دفاتر خدمة مالتهم. نعم. صراحة المهم اجى الله يذكره بالخير، ما اعرف يعني ما عميد ركن من التجانيد العامة من العفو من جامعة البكر يمكن. نعم. عميد ركن يعني ما دخلت والله العظيم واحد اثنين تدري هذا اللابس احتياط وما مسرح وهذا الكذا وهذا الكذا واقفين واحد اثنين ثلاثة اربعة انا ثالث واحد، فقال لهم اي واحد عنده سؤال خلي يتفضل لي من داخل الدائرة. فتدري أنا دخلت دار أطرح مشكلتي يعني أنا إلى متى أظل أسوي وعندي دراسة وعندي. نعم. كذا تبتيبني. نعم. المهم فديحكي ويا أول واحد فقال لهم هذا الولد كنت صغير طبعا في وقتها لا لحية لا شوارب، قال لهم هذا الولد الواقف ثالث واحد إيش عنده؟ قال لهم صيحوا لي بالله العظيم السلام عليكم سيدي السلام. قلت تفضل بابا إيش عنده؟ قلت له سيدي أنا طالب صف سادس إعدادي وقيادتنا الحكيمة يعني وعلى رأس السيد الرئيس الله يحفظه في وقتها قلت له صدروا امر انه مواليد 83 قال عنده فاتر خدمه. قلت له انا اول ملبين للنداء اجيت سويت معامله وكل ما اجي يقولوا لي يابا اسوي معامله يقولوا لي معاملتك ضايعه اقسم بالله. طبعا هذا العفو عبرت له قبل هذا الحكي، اجاني جندي يتوسل بيه في دول عينك لا تشتكي لا تروح تقول له هذا دفتر خدمه. قلت له خليه على حالك ما اريده تفهمني، قلت له خليه على حالك ما اريده الا الخوف بالله بالله العظيم. ايش قال له؟ قال له باوع هذا الولد قبل ما اوصل سراه، طبعا انا سراي الثالث، قال له قبل ما اوصل سراه انا هسه ويا ثاني، قال له قبل ما اوصل سراه اريد دفتر خدمه ما تهمي وانا اعرف انا اعرف حساب وياكم بعدين بالله العظيم. زين جابوا لي بخمس دقائق انطوني دفتر الخدمه اللي اركض وراه خلال ست شهور ما انطوني اياه بخمس دقائق انطوني اياه. قال لي بابا اتمنى لك الموفقيه واعذرنا واسفين وانا اعرف شغلي وياهم ذولا بالله العظيم. يعني إيه هذا غير غير زمن الدكتاتورية يسموه غير. ألف رحمة على روح أمك عمي يا دكتاتور عمي سفلة. إحنا هسه ديمقراطية عندنا أهم شيء الزيارة. دمروا البلد دم إشع النواب. أنا طبعاً أحكي لك خالي عميد ركن طيارة ما أرد أجيب اسمه كان آمر جناح قاعدة الحبانية الجوية. نعم. زين في ذاك الوقت وقت الحد زين هسه
كلش عيط ومعيط وكل فريق اول ركن وفريق وكل شيء ماكو. زين حشاك 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 وحشا قدرك وحشا من يسمع الدايحات والساقطات فلان والله فلان اللواء يعني يعني انتهى يعني دمروا البلد. هو هذه هو هذا اللي يبدو وصلوا له وسياستهم نجحت وخلص يعني دمروا ابو عمر دمروا دمروا الساقطين من تحكي وياهم يقول لك لا لا انت ضد دار البيت لك لك كان تاج راسكم ودايس عليكم على قولتك بس سبتة بحذاء كان اكو زين هم هسه هسه الاخرية هذول هم لو ما امريكا هم يشتمون الحكم يطلع عمي هم دولة جماعة المقاولة والمماتعة مو قبل ما قبل ما يستلمون الحكم هسه هاي جماعه محمد الشيع الارجنتيني والمقاومه والصواريخ هسه يلطعون حداء امريكا راح نعطيكم غاز نعطيكم كهرباء نعطيكم ما اعرف شنو بس خلونا بالحكم نعطيكم عمي نبيع للعراق كله بس خلونا نحكم هذا جماعه المقاوله هذا واقع الحال ابو عموري انا طبعا انا احكي لك انا صار لي 5 أشهر هنا بكندا نعم طلعت تزوجت وحدة عراقية سويت لي معاملة سحبتني هناك كندا الحمد لله وشكر الله خلصني من ذيك الخيس حشاش طيبين أقسم بالقرآن أقسم بالقرآن كنت أفوت بالمنطقة الخضراء الشينوك تنزل غصبا ما عليهم وسياراتهم الأمريكية وتنزل بالقاعدة بالسفارة الأمريكية وأني بعيني أنا أكل هدود أشوفهم ينزلون جنود ويصعدون جنود ليش أكو قواد منهم يندق بالأمريكان أكو قواد منهم هاي الفرقة الخاصة حامد الزهيري كان بمكتة الكاظمي ربع الكاظمي غيره أكو كلبة بالكلب يقولون مراحين كلها كذب بالكذب يا مقاولة يوصوهم بالحذاء زين شغلة ثانية مقتدى النشال كان عندنا ولد ولو أطول عليك هذا الحديث الأخير كان عندنا ولد وراء السقوط ألف رحمة ونور على قبره يسوى مقتدى وأبو مقتدى والنجف وكربلة وكل والسستاني وكل نقاستهم اسمه ولد سقي مسيحي كان يشتغل مدير مشتريات بوزارة الزراعة أخوه هسه عائلته كلها هنا بكندا خطيئا كتل قتلوا جماعة السيد الغايد مقتدى النقس هسه اللي صار لشريف أبو حبيبي المهم الرجال ما يبوك في وقتها ورا السقوط رادهم منه مقاولة تمام أخذوا قالوا له يا ابي عمي هاي المقاوله انه اخذ لك سياره قال لهم عمي لا اخذ سياره ولا هاي المقاوله تجي باصولها اي واحد تنطبق عليه الشروط ياخذ المقاوله له والله العظيم مره اسبوع خطير ضربوا طلقه براسه في الشارع مالتهم دي ينتظر السياره يروح للدوم ضربوا طلقه وقتله جماعه جيش الكعبه هسه اللي صايرين اشراف وزلم هسه القواويد بلد سفل عمي بلد تايه شعيط ومعيط وجرار الخيط ولفهم العلم الله وكيلك المهم الحمد لله على سلامتك وصلت كندا الله يسلمك يا رب خلصت منهم الله يسلمك ولو هم مليانين يمك هم مليانين ولدهم حازم مليانين يمك والله لعاب حلقك كي بالله إيه؟ والله العظيم يعني ايش اسمه هم انتشروا بعد الفيروس انخطية يعني انت صور ذاك اليوم بولاية ايدهو الامريكية حسينية طالعين عليها مظاهرات بايعها واحد كشميري سيد كشميري بايعها دريت بيه انت ما دريت عمي هذه ملاعيبهم وحسينياتهم وكلاواتهم تعشوف لندن ابو عمر تعشوف لندن بس اسمح لي هنا بامريكا قاعدين بامريكا الخايسة اللي لفتهم زين قاعدين بامريكا نجدون السستاني يتدخل فضل هيك عقليات خرى لا يروحون يحتفلون عيد الوطني مال ايران استلام خميني شعب شارب نفط ويحب فرنسا يعني هو هذا خلص انا مهم. لحد الان حكايات خالي دوك بعداني قلت له خالو في وقتها اول ما صار السقوط قلت له خالو ليش ما ترجع للجيش قال خالو انا ارجع ويا ذول العتاقي يجي ابو عمامه يتمر علي قال انا عميد ركن انا ارجع ويا ذول الزباين ابو عمامه وفعلا هسه أنا دا أتذكره والله دا يرن بأذاني اللي أنا أرجع ويا ذول الزبايل قال لي أنا بحرب إيران طير 500 طير على إيران 400 منها بالعمق أقصف فرجع حس ذول القواويد خلي يدي بيدهم أرجع وياهم زين يحشر على صدام السفلة الله كريم أخي ألف شكر حبيبي على العموم سعيدين بسمع صوتك أبو الله يسلمك أبو عمور الله يسلمك الله يسلمك والله يحفظك إن شاء الله يبارك بك يا أخي ويحفظ الجميع حبيبي آسف على الإزعاج آسف على الإطالة شكرا جزيلا كان آخر اتصال من أخونا في كندا و
يعني شو نسوي؟ هو هذه العراق بعد هيك، هذا العراق هيك صار. الحكم الملة والسيد والحكيم والسطل تحكي ياهم يقول لك تضد آل البيت. فالزمان شنو؟ أيوة حبيبي حضر دمعتك لأن زمانه صدق خير. زين وسليمان فاني لبوق قلاقي للرئيس، ذاك يريد يصير رئيس. شعب شارب نفط ويحب فرنسي، أنا ما شايف شعب يحب يبوق بلده، يحب يتوسل يصير عميل. يعني أنا ما شايف شعب يتوسل أريد أصير عميل، يقول له أريد أصير ذيل، أريد الذيل يكون طويل. شايفين إيش شعب؟ شعب ملتهي بالهريسة واللطم، شعب ملتهي بالدق واللطم على راسهم وراس الخلفوهم. إن شاء الله ما توقفون لطم إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. الله غاضب عليكم بالدنيا قبل الآخرة. تسبون صحابة الرسول، نساء الرسول، ما خليتوا شيء من الموبقات والمحرمات ما سويتوا. وبعدين جت أمريكا طايح حظها، سلمتكم بلد مثل العراق، سلمتكم كاك النفط وقالت لكم انهبوا وبوقوا. وهذه من الله جاهم الزلزال مال تركيا ومال سوريا، رأسا الشاحنات راحت إلى سوريا، المساعدات الإنسانية كلها صواريخ وكلها اعتداء وكلها البشر ومليارات تهربت. هيك شعب واحد يدافع عنه؟ لا والله، إلا الأثول يفكر يدافع عن هيك شعب جاهل قتل أنبياء، قتل الأئمة اللي هم يبكون عليه، قتلوا ملوكهم، قتلوا رؤسائهم، قتلوا ما خلوا شيء ويبكون عليهم. ما خليتوا شيء محرم الله محرفه بالقرآن بالكتب بالدنيا، الديانات كلها ما بقى واحد ما قتلتوا، فتستحقون اللي دي يصير بيكم. ولا تدعون من الله بعد، لأن الله ما يستجيب لكم، لأن شكو شيء حرمه الله أنتو سويتوا. تعبدون البشر والحجر، وشكو طيحان الحظ، دمرتوا الإسلام، دمرتوا العراق، دمرتوا تاريخ بلد 7000 سنة. وتيجي تقول والله ليش الله غاضب علينا؟ من أفعالكم، من أفعالكم، من طيحان حظكم، من سقوطكم. لا بالعراق سقوطكم خلصان، ولا برا سقوطكم خلصان، ولا بأي مكان ترحوا إلا تطيحون حظه. غالبيتكم هنا بالسجون، خاصة ببريطانيا، كل اغتصاب، سرقات، مخدرات، يعني وين ما ترحون الزبالة موجودة. أنتوا عبارة عن زبالة، زبالة. وقل لك ليش الله ما يخلصنا؟ الله ما يخلصكم منهم. ليش؟ لأن لوقية، منافقين، دجالين. أنا ما شايف واحد يقول تعالوا احتلوا بلدي. يعني حتى أنا كنت معارض، بس ما حطيت يدي لبيد محتل. وحتى لما يجهزون للاحتلال، تسجيلات موجودة، BBC، CNN، CBS، ABC، لقاءات يوميا، كنت أقول لهم أنا ضد نظام، ومو نظام كامل، ضد شخص واحد أذاني، ما أشجع الاحتلال، ولا راح أكون معاكم، ولا راح أدافع عن الاحتلال بحجة معارضتي. فذولا جماعة تعالوا احتلونا، هذا الرتو زيارات لطوم سرقات، فلحد بعد يعتب. ومنكم سلط عليكم، ذولا ما جوا من القمر، ولو فيكم زلم هم كم مجموع، ايش قد يصيرون 100,000؟ تقضون عليهم. بس والله والله العراق ما تقوم لقومه الى يوم الدين. لو هسه هذا ومليت تقعد مره ثانيه ابوس براسها.
ما نقول غير الله يحفظ ما تبقى من شرفاء العراق. يعني بعد شو أقول؟ ما تبقى من شرفاء العراق. دوسوهم إن على والدهم على كل الصفحات، فضحوهم، لأن بعد ما عندنا شيء نحذر منه. نهبونا، سرقونا، خربوا البلد، بعد خلص اللي بيه خير يطلع يحكي، اللي ما يقدر حتى لو بكلمة، لأن هذا البلد فعلا انتهى ويراد لمعجزة، وزمن المعجزات انتهى. ربي يحفظكم، وآسف على الإطالة، وآسف إذا شوية طلع الترابي، تعرفوني دائما أكل جري أطلع الترابي. أم زنود الست موجودة، والرسالة وصلت الفرس النهر، وسليمان فانيلة، وهذا أبو الملتهب القرعاوي، وغيرهم وغيرهم، أشكال ألوان راح تطلع. لطيف يحيى باقي، اللي بيه خير خلي يطلع شغلة هالقدوتة علي، مو قال وقلت، هذه مو روايات زين، وهذا حكى وهذا قال، لا طلع شيء علي. أذاك الوقت أقعد مثل ما يقولون أتحجب، وأقعد ببيتي وانتظر قسمتي. تحياتي لكم ولعوائلكم الكريمة، وإن شاء الله نشوفكم على خير. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.